في قصة تحضرك سنة تغريد في جلسات الإدمان؟ قصة 17 سنة الله المستعان. لكن في من القصص يعني في من الحالات عندي يعني كان واصل مرحلة التوب، يعني مرحلة مرة قوية من ناحية مالية ومن ناحية وظيفية ومن ناحية كذا. فلما دخل في إدمان الهيروين والكوكايين الأشياء هذه كل شيء هذا راح. آخر شيء جاني فيه قال شوفي يا أخصائية تغريد، أنا جايك الآن آخر شيء عندي سيارة بي ام دبليو بعتها وأبغى أدخل تنوي. يعني كانت قصة مؤثرة، الزوجة طلقها، الأبناء كل واحد راح سكن الحالة، في يعني مأساة. المخدرات مأساة، ضياع الأسرة، ضياع الأبناء، ضياع الزوجة، ضياع الوظيفة، كثرة الغيابات. لا حد يقول اني انا مدمن ولكن بسيطرة، ما في شيء اسمه مدمن وبسيطرة، لازم يفرط عندك جانب، لا لازم تفرط في يوم من الايام. لازم تكثر في هذا الشيء. في بعضهم من يقول لا انا اوزن مزاجي، لا ما في شيء اسمه اوزن، هذه مصطلحات جديدة، هذه عشان يقنع نفسه. اي انا اوزن، لا انا ما في خسائر مادية، انا تجيني الى عندي. في بعض القناعات يعني يجون فيها، انا ما خسرت اهلي، ليش اهلي جايبيني لك؟ انا ما طلبتهم ماده، هي تجيني الى عندي، انا ما سويت، انا لا. طبعا هذه كلها قناعات، هو في النهايه لابد ان الشخص يعني يوصل مرحله انه يفقد فيها توازنه، يبدا الناس يلاحظون، يبدون اللي حوله يلاحظون، اما الحركه الكثيره، اما النوم الكثير، يبدون حتى في الدوام يلاحظون عليه الغيابات الكثيرة، يبدأ ينخفض أدائه الوظيفي، تبدأ حتى الزوجة تكثر المشاكل. في بعضهم بعض الحالات وصل للشكوك لزوجته، يعني أنت تخونين، أنت تسوين، أنت، وهي مرة نهائيا ما عندها هذه الأشياء، وانتهت بالطلاق. فكثيرة والله الحالات اللي يعني قصص مأساوية يعني جداً.